السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنتكلموا على المقاسات المناسبه للعش تاع البرجي. فاخوتي المقاسات تاع العش تاع البرجي كتختلف في كل مربي شنو كيفضل، وهذا شيء طبيعي لأن كلما زدنا كانت المقاسات تاع العش تاع البرجي كبيره كلما كتكون التكلفه تاعها شويه زايده. فافضل المقاسات اخوتي العش تاع البرجي هو يكون فيه في الطول تاعه 20 سنتيم والعرض تاعه 16 سنتيم والارتفاع 16 سنتيم. وتيقون يا اخوتي بالانتاج غادي يكون عندكم ممتاز ممتاز، وهذا الشيء عن تجربه. والفتحه اخوتي باش كيدخلوا الطيور كتكون فيها ما بين 6 حتى 7 سنتيم، اما المجدم اللي كيكون تحت ديك الفتحه كتكون فيه 7 سنتيم. وخوتي ضروري ضروري ديروا اليوم واحد الحفره في الداخل تاع العش، هذيك الحفره ضروريه وكتكون معاكسه للفتحه تاع ملي كيدخلوا الطيور. بحال دابا الا كانوا الطيور كيدخلوا كانت الفتحه ملي كيدخل الطيور في الايمن، هذيك الحفره تاع البيض كتكون في الايسر، ولا كانت الحفره ملي كيدخل الطيور في الايسر كتكون الحفره ملي كيطير البيض في الايمن. ضروري يا اخوتي حيتاش نتاوي بحال دابا نتاوي الا كانوا مازال مبتدئين كانت عندها اول انتاج ما كتعرفش تحضن على البيض، وديك ديك الحفره كتساعدها بزاف. هذيك الحفره كيتجمع فيها البيض باش في حين كتجيب وانت كتحضن على البيض ما كيهربش ليها البيض، ما كيبقاش يتبعثر، كيبقى وحده موراها وحده قدامها، ما كتقدرش تجمع كلشي البيض الا ما كانش عندها ديك الحفره. فهذيك الحفره كتساعدها بزاف، الا ما درناش ديك الحفره غادي يخسر لينا البيض بزاف، غادي يموتوا فيه الفراخ، غادي يبرد البيض حيت الانثى مازال مبتدئه ما كتعرفش تحضن على البيض. وبالنسبه اخوتي للبيبان، البيبان من الافضل من الافضل يكون في العش جوج ابواب، الباب في الفوق والباب في التحت. الباب الفوقاني يا خوتي هذاك كتبقى غير كتطلع الفريخات كتشوف المشكلة كتشوف النمو تاع العش تاعهم واش هو هذاك الصحة تاعهم واش سليمة ولا لا. اما خوتي الباب اللي في الاسفل فهذاك الباب منين كيكبروا الفريخات وكيخرجوا من العش كتحل داك الباب وكتنظف العش وكتنقيه وكدير ليه البودرة تاع الفاش باش ما كيجيكش الفاش، كتجهزو كدير فيه نشرات الخشب، كتجهزو الانثى باش تعاود تبيض صافي وكتشدو. والى موضوع جديد ان شاء الله.